مساحة راحة مع الدكتورة آمال عبادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. نرحب بكل المستمعين عبر إذاعة ألف ألف إف إم، محدثتكم دكتورة آمال العبادي في برنامجكم مساحة راحة. ندعو لبعضنا البعض في هذا الشهر الفضيل، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا ساعة استجابة. دعائي لكم في هذا اليوم الفضيل أن يجعلنا من الشاكرين لنعمك والراضيين برزقك والذاكرين لفضلك والمسبحين بحمدك. اللهم عطر ألسنتنا بالاستغفار وطمن نفوسنا، أنت أرحم الراحمين. النفس التي نطلب من الله سبحانه وتعالى دائما أن يطمئنها هي تلك النفس، أحد مكونات الكيان الإنساني التي سنتحدث عنها عبر سويعاتنا لهذا اليوم. تعتبر النفس هي اندماج داخلي في بدننا وروح الله سبحانه وتعالى التي نفخت فينا، وتجعل لهذا الشخص طرق معنية، لذلك فهي بحاجة إلى توجيه مستمر. وإذا أضيفت إليها روح الإيمان ميزتها عن نفوس المخلوقات الأخرى، سبحان الله. إذن روح الإيمان والعبادات تميز أنفسنا دائما عما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض. تحاول النفس دائما أن تقوم بكل وظائفها، فهي لديها وظائف أساسية. فالنفس تحتاج أن تحافظ على سلامة الجسد وسلامة النفس وسلامة التغذية وحسن التفكير والإدراك المستمر. ومن أهم الوظائف التي تقوم بها توجيه الإنسان من نواحي. طيب، سؤالنا دائما عن هذه النفس، هل هي أنواع أم هي نوع واحد؟ كيف تعمل؟ ما هي هذه الأنواع؟ أول نفس والتي نحب أن نستطرد في معلوماتها هي النفس المطمئنة. النفس المطمئنة هي النفس المريحة على الشخصية، والتي دائما لها تعلق بالأمور الدينية والذكر والعبادات والأمور التي تطمئن الإنسان وهو على وجه هذه الأرض. تأمر النفس المطمئنة دائما بالخير وتدعو إليه، والمطمئنة تعني أن الله عز وجل ينزل الإطمئنان والسكينة على صاحب هذه النفس. لماذا؟ لأنه كثير الذكر، كثير الدعاء، كثير التقرب إلى الله. نحن نعلم أن النفس المطمئنة باحثة عن مرضات الله سبحانه وتعالى. كثير من البشر تتمنى أن تكون نفوسها مطمئنة، فيغدو قلبه وسمعه وبصره ويحقق الوصول إلى هذه النفس باستخدام جميع ما أمرنا الله به. الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الألسنة حتى نبدأ نكون من الذاكرين والمستغفرين الدائمين غير المنقطعين. ففي الانقطاع بعد النفس والقلب والعقل عن مرضات الله. النفس المطمئنة لا تحتاج لاستخدام أي نوع من أنواع الحيل في التعامل مع الآخرين، فهي باعدة هذه الحيل، خصوصا الحيل التي تعالج مواقف سلبية في حياتنا. إنما حتى وإن لجأت لهذه الحيل تلجأ لما يقرب كل نفسيتها ونفسية الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها تحب دائما أن تكون في أحسن حال، لهذا باحثة دائما على أفضل الناس. هي ليست نفس مقلدة، إنما هي نفس تستشف الشخصيات وكل من حولها، وتحاول بقدر المستطاع أن تكون دائما في القمة حتى في اقتباسها لبعض الشخصيات. نرى دائما بعض الطلاب يقتبس شخصية المعلم، نرى بعض الأبناء يقتبس شخصية الأب والأم، فهما القدوة. وكيف أكون قدوة وأنا لا أمتلك النفس المطمئنة؟ كيف أكون قدوة للمجتمع وأنا تكون لي رسائل غير صحيحة، غير منمية، غير باعثة للإيجابية، وغير إنها تكون لا تسير وفق الشريعة الإسلامية. فلا يترد الإنسان إلى الصواب إلا إذا كانت النفس اللوامة، وهي النفس العليا، تردد يوميا. خصوصا الإنسان يبدأ يلوم نفسه متى؟ عند لجوئه سبحان الله إلى النوم،
خلوده على فراشه، أو في إذا أصابه مصيبة وقعت مثلا موت أحد الغاليين على قلوبنا، أو أصابته مصيبة مال، أو أصيبت مرض. هذه كلها تأتي يعني سبحان الله النفس اللوامة وتذكر هذا الإنسان، تذكره بكل المواقف التي وقفها ولم تكن تحقق إنسانيته وبشريته في على الأرض، إنما حققت أمور أخرى. فيخاف العبد من النفس اللوامة أن تلومه بعد أن يتصرف التصرف، لأنه يكون غافل وهو يتصرف التصرفات الخاطئة مع النفس الأمارة بالسوء، يكون غافل ومسير وليست مخير في تلك اللحظات، تحلي وتجمل كل ما هو سيء. والنفس اللوامة تأتي بلوم النفس وجلدها من الداخل وبتذكير، هي لا تعمل شيء، إنما تذكره لماذا خلقت، وأين أنت مما خلقت، وأين أنت من دورك الحقيقي. لهذا النفس الأمارة بالسوء هي أكثر نفسية تسيء في المجتمع وتسيء في الأسرة، ويكون لديها عقوق للوالدين ولا تتقن عملها كما أمرت. لهذا عندما تأتي النفس اللوامة، سبحان الله، إذا كان هو موظف ويأتي كل يوم للعمل ولا يقوم بالأعمال ويسوف أعمال الآخرين ويضر بالمجتمع ويكون لديه مكانة عالية، تأتي النفس اللوامة سبحان الله وتجعل من كل المواقف التي وقفها هذا الإنسان لوم عميق، خصوصا عندما يأتي لاستلام الراتب في آخر الشهر. استلمت الراتب على أي حق؟ استلمت الراتب كاملا ولم ينقص منه شيء، وأنت لم تحقق مصالح المجتمع. أين هذه النفس من كثير من الشخصيات؟ أين هذه النفس اللوامة التي تجعل الإنسان يصحو قبل وقوع الذنب، أو قبل وقوع المعصية، أو قبل فوات الأوان؟ كم من شخصيات أذتها النفس الأمارة بالسوء؟ كم من شخصيات حطمت بسبب النفس الأمارة بالسوء؟ كم من شخصيات أصيبت بأمراض نفسية لأن النفس الأمارة بالسوء جعلتها تسير عكس ما تربت عليه، وعكس ما هو سائد في بيئته من 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 دين وشريعة وقواعد أساسية وعادات وتقاليد، هرب منها إلى هذه النفس وجعلت منه شخصية غير مرغوبة في داخل المجتمع بأكمله. إذن نحتاج إلى هذه النفس اللوامة، ويا حبذا لو كنا في النفس المطمئنة. فتلوم النفس اللوامة دائما تصحى للوم صاحبه وترده إلى الصواب، كما تغفل عن يعني النفس المارة بالسوء إذا غفلت عن ذكر الله. سبحان الله، تأتي النفس اللوامة وتذكره كم في هذا اليوم ذكرت الله، كم في هذا اليوم قمت على أعمالك الدنيوية والدينية، ماذا قدمت وماذا فعلت. فتعمل النفس اللوامة على محاسبة النفس قبل أن تحاسب. لذلك نحتاج أن نكون نفوس مطمئنة بعيدة عن النفوس الأمارة بالسوء، ويا حبذا لو كانت النفس اللوامة تعمل بالطريقة الصحيحة معنا حتى نعيش. نستكمل ما تبقى من النفوس في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم.